في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لابن العم أو أن يصافح بنت عمه باليد أو بنت خاله أو بنت خالته أو أحد الأقارب من النساء إذا كانوا غائبين عنه مدة طويلة، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين؟ أريد الإفادة، بارك الله فيكم. الجواب أنه لا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ليست زوجته ولا من محارمه، فابن العم لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه، وابن الخال لا يجوز له أن يصافح ابنة عمته، وكذلك أخو الزوج لا يجوز أن يصافح زوجة أخيه. والقاعدة العامة في هذا أنه لا يحل لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه وليست زوجة له، سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك من وراء حائل. ولا عبرة بما اعتاده بعض الناس في ذلك، لأن الشرع حاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع، فالواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وأن لا ينساب وراء العادات المخالفة للشريعة. قد يتعلل بعض الناس بكونه يخجل أن تمد المرأة إليه يدها ثم يكف يده عنها، أو يقول لها: كف يدك فإن هذا لا يجوز. وجوابنا على هذا أن نقول إن هذا الخجل في غير محله، فإن الله لا يستحي من الحق، والاستحياء من الحق جبن وخور. والواجب عليك أيها المؤمن أن تقول الحق ولو كان مرا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأنت إذا امتنعت من هذا وبينت أنه حرام، وامتنع الثاني من ذلك وبين أنه حرام، وامتنع الثالث والرابع، اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العادة الذميمة، وهي أن الرجل يصافح المرأة لكونها قريبته أو جار أو من جيرانه أو ما أشبه ذلك.